اربع حاجات لازم تعرفهم قبل ما تستثمر في العملات الرقميه. ايه خمسه؟ خمس حاجات لازم تعرفهم قبل ما تستثمر في العملات الرقميه. بس استنى بس قبل ما تتحمس، انا عاوز اقول لك اني مش مستشار مالي ولا اقدر انصحك تتصرف ازاي في فلوسك. الحلقه دي مجرد نصايح ليك في عالم الكريبتو، وانصحك برضو تشوف وتتتبع قوانين بلدك، ولو الاستثمار عندك قانوني زي دبي جو اهيد. So the market cap is 2.168 trillion dollars. And now the market Oh! It went to zero. ما حدش فينا يحب يبقى في الموقف ده، وعشان ما تبقاش في الموقف ده انا في الموقف ده. خلي بالك، على قد ما انت مستثمر كريبتو وعندك يقين وايمان بالفكره بتاعت البلوكتشين دي، ده مش معناه ان العملات الرقميه ما فيهاش سكام وسرقه عيني وعينك، ولا مش هتخسرك مثلا. في الحلقه دي انا جاي اقول لك شويه اساسيات سهله وبسيطه تخليك بدل ما تلبس في الحيطه تقوم تعمل كوبايه شاي وقهوه كده وتركز معايا. وطبعا نخلي بالنا الارقام اللي هنسمعها في الحلقه دي هتكون وقت تصوير الحلقه، فلو بتتفرج على الحلقه متاخر ركز في الكلام وروح اتاكد من الارقام. رقم واحد، التداول. دايما ابعد عن التحويلات الكتير للعملات الرقميه اللي معاك، خصوصا لما حركتها تبقى غاليه من ناحيه الجاز فيز، من خلال انك تتعامل دايما من على منصات تداول زي باينانس او كوكوين وما شابه، لان تكلفه اي تعامل او تداول ما بين اي عمله لاي عمله بنسبه كبيره مش هتتخطى 0.02% للمعامله اللي انت بتعملها، ايا كان انت بتحول ايثيريوم ولا فلافل. بس خلي بالك ما تتعاملش مع المنصات دي على انها محفظتك وان العادي انك تحوش فيها. احنا بنحوش في حته وبنشتغل في حته. ليه؟ لان مهما كانت المنصه كبيره، كل المنصات بدون استثناء اتسرقوا قبل كده، ومنهم اللي رجعوا الفلوس لاصحابهم ومنهم اللي قالوا لهم معلش. احب اقول لك ان اخر مره باينانس اتسرق فيها على حد علمي كانت 2019، وغيره اتسرقوا في الفتره دي كتير، لان خلي بالك باينانس مش محفظتك، ده الاكونت بتاعك اللي هو يمتلكه باينانس، فبالتالي المحفظه اللي على باينانس واللي شبهه ما هي الا المحفظه اللي يمتلكها باينانس واللي شبهه، عشان هو يمتلك الاكونت بتاعك. وعشان كده لما بتحول عملات معينه من باينانس اكونت لباينانس اكونت هتلاقيها ببلاش او بفلوس شبه معدومه، لان كل اللي هو بيعمله انه بيشيل من الاكونت بتاعك ويحط في التاني من خلال سيرفر، ومش بيبقى في حركه حصلت على البلوك تشين اصلا من الاول، شبه البنك كده. طيب خلي بالك برضو ان في عمله رقميه اسمها يو اس دي تي وغيرها يو اس دي سي وما شابه. العملات الرقميه دي عباره عن عمله رقميه توازي الدولار، ودي اللي معظم منصات التداول بتشتغل فيها، فبالتالي لو انت حولتها هيبقى فلوسك كلها دولار. واحب اقول لك ان في واحد يورو برضو شبهه، ودبي بتحاول تعمل واحد برضو درهم كده شبهه. فلو انت شايف ان في هبوط في السوق وعايز تخش تنام غير ما تبقى متابع وجع دماغك، حول لاي عمله توازي الدولار. رقم 2، المخاطرة. ببساطة شديدة الهاي ريورد قصاده هاي ريسك، زي ما انت متخيل انك هتكسب كتير هتخسر كتير. ما تخشش في عملات فولاتايل، يعني بتتحرك بسرعة شديدة، خش في حاجات ثابتة شوية وحركتها خفيفة، كفاية البيتكوين نفسه مش ثابت نسبة للحاجات التانية يعني بلاش حاجات زي سكويد جيم كوين اللي نزل قد ما طلع بالظبط وسرق الناس، وخليك في ايثيريوم، بيتكوين، بي ام بي، حاجات مضمون ان حركتها تقيلة وسهل انك تخلع منها براحتك من غير توتر، مع ان كله فيه توتر. خلي بالك الجري نص جدعانة في المضاربة برضه، وبلاش جو هوبا ده 0.01 سنت وهيبقى بدولار، وتوهم نفسك انك في ظرف 3 ايام هتبقى قاعد في كومباوند على اساس ان نسبة ربحك هتبقى فلكية لمجرد ان العملة رخيصة. وخلي بالك كويس جدا ان سعر العملة في الواقع ملوش اي معنى، لان سعر العملة بيتحدد عشان حاجتين فقط. رقم واحد، عدد الكوينات اللي جوه العملة، وده اسمه السيركيليتنج سبلاي، يعني من الاخر الكوينات اللي بتتداول دلوقتي ومتاحة في السوق. رقم اتنين، الماركت كاب، وهي كمية الفلوس اللي جوه العملة حاليا، يعني توتال الفلوس اللي جوه العملة دي، وبالتالي لما بنقسم ده على ده بيدينا تمن العملة. فانت مثلا ما ينفعش تروح لعملة زي شيبا اينو وتقول ان دي سعرها 0.424، ده لما يبقى بدولار هبقى عملت 3000 ضعف اللي انا حطيته. لا، ما هو شيبا اينو اصلا بالتقريب جواه 550 تريليون قطعة، وهو أصلا متصنف من أول 15 عملة في العالم بماركت كاب في حدود 13 مليار دولار تقريبا. ده سعادتك عشان يوصل لدولار، يعني كل اللي فيه اتضرب في 3000، مش كده؟ يعني كده سعادتك شيبا بقى بقيمة 51 تريليون دولار تقريبا، في حين البيتكوين أقل من تريليون أصلا. بلاش، العملات الرقمية كلها على بعض ما تعملش 2 تريليون، فمنين عملة يتيمة توصل للعبث ده؟ خلينا عقلين. رقم 3، العقد الذكي.
سؤال مهم جدا، الكوين ده سكام ولا لا؟ ونسبة طلوعه قد ايه نسبة لبقية العملات؟ السمارت كونتراكت او العقد الذكي اللي بيتنفس جوه العملة لما تفهمه هيقدر يجاوبك على جزء كبير جدا من السؤال ده. لو انت بتضرب في البورصة هتروح تحط فلوسك في انهي شركة؟ اكيد هيبقى قرار مبني على دراسة لمنتجات او خدمات الشركة او شركات معينة، وده بيحتاج ريسيرش وانك تبقى اب تو ديت على طول. الموضوع هو هو بس مع الفارق، حتى كتعمل ريسيرش على الكوين اللي انت بتفكر تستثمر فيه وتعرف الكوين ده اصله ايه من ناحيه السمارت كونتراكت، اذا كان في سمارت كونتراكت اصلا. متهيالي ان انت تعرف ان بعد الجيجا طيرة في المساحات يعني، وبعد الطيرة بيتا. في كوين مثلا اسمه فايل كوين، والكوين ده عشان تفهمه عارف الكلاود سيرفيس او الجيميل مثلا او الدروب بوكس، دي شركات بتجيب هاردات ويرصوها ويزيع على الهوا ويقول لك تشتري مساحه وساعتك تاجر المساحه. فانت عندك مثلا الفايل كوين جواه عقد ذكي وبيعمل كالاتي. اللي بيحصل انت بتجيب هارد، والهارد ده بيكلم البلوك تشين بتاعه الفايل كوين، وتيجي ناس عايزه تاجر المساحه تقوم شاريه فايل كوين وتقوم مدياها للبلوك تشين، تقوم البلوك تشين واخده منهم الفايل كوين ومسلماك الفايل كوين ومسلمه هم مساحة الهارد بتاعتك في هيئة إيجار، وتبقى جمعية ودايرة. وهو حاليا على حسب الويب سايت ده في ميعاد تصوير الحلقة storage.filecoin.io وصلوا ل 46 بيتا، وهي دي البيتا اللي بعد الطيرة، يعني 46 ألف طيرة متاحين على بلوك تشين دي للإيجار. مع العلم إن المساحة اللي الناس مديها للبلوك تشين بتاعت الفايل كوين أكتر من كده بالضعف لو مش أكتر، لأن العقد الذكي برضو ذكي، مسؤول عن إنه يبقى بيتداول جزء من المساحة اللي اليوزر مأجرها للبلوك تشين، لأن الباقي بيبقى باك أب زي ما بالظبط شركات الكلاود ما بتعمل. وبكده لو حد الهارد بتاعته باظت لا قدر الله، في هارد غيره شايل باك اب لنفس الداتا دي واكتر من كده كمان. ولكن توزيع المكسب على الكل بيبقى على حسب كل واحد مقدم مساحه قد ايه طبعا، وكده كده الهاردات دي شغاله 24 ساعه. في العموم سمارت كونتراكت زي ده يؤدي الى استنتاج انه يبقى مشروع ناجح في المطلق وليه استخدام منطقي، اكيد احسن من عمله عباره عن فيش خيالي. خلي بالك ما هو البيتكوين فيش خيالي، لان البيتكوين ما جواهوش سمارت كونتراكت بيؤدي الى شيء منطقي او ملموس، هو مجرد توكن، والبيتكوين كتوكن كل قيمته اللي فيه مبنية على كمية الناس اللي حطت فيه فلوس. انا مش بقولك اشتري فايل كوين، ده ما هو الا مثل وفي غيره كتير وبيعملوا حاجات افظع واقعد وافيد، بس بحذرك وبفهمك وبوعيك وخايف عليك وبحبك ومصلحتك تهمني، ولايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي. فلازم تعرف كل كوين اصله ايه، ومش معنى ان المشروع او الخدمه اللي الكوين بيقدمها شكلها حلو فهتنجح، لا، ما هو كل كوين بيعمل وظيفه معينه وممكن تلاقي 10 غيره بيعملوا نفس الوظيفه. وبنسبه كبيره اللي مشهور وقديم وفي ابديتس باستمراريه واهتمام مستثمرين باسامي كبيره هيبقى نسبه نجاحه اعلى. ما هو الكوينز اللي فيها عقود ذكيه كلها بتعمل وظائف معينه، ممكن تلاقي 10 غير الكوين اللي بيعمل نفس الوظيفه بيعملوها زيه بالظبط عادي، ده لو ما بقاش فيه خدمات اصلا اسكى وعليها بل اكتر، او خدمه من كوين تاني تخلي نفس الخدمه بتاعت الكوين الاولاني ملهاش لازمه خلاص. مع العلم ان العقد الذكي لا يقتصر على خدمه واقعيه، ممكن تكون العمله مربوطه بلعبه زي لعب الميتافيرس وتبقى بتعمل حاجه جوه اللعبه دي عادي، ولو اللعبه مشهوره وعملت تتشهر يبقى عملتها بنسبه كبيره تنفع استثمار، وربنا يستر علينا كلنا. رقم 4، اشمعنا اقوى ثلاث عملات هم اقوى ثلاث عملات؟ الايثيريوم. ايثيريوم هو البلاتفورم اللي بيتبني فيه السمارت كونتراكتس العقود الذكيه، يعني هو شبه الويب سايت اللي بيخليك تبني ويب سايتس كده، وهو السبب الرئيسي اللي سمح للناس انها تبتدي تفتي وتقدر تعتبره برنامج للسمارت كونتراكتس. وعشان كده هو رقم 2 في العالم بعد اول عمله رقميه تتعمل وهي البيتكوين، وبالتالي عملات كتير جدا مبنيه عليه وتقنيا بيبقوا على البلوك تشين بتاعه ايثيريوم باسم ERC20. وده يعرفنا ليه هو تاني اكبر عمله اكتر عمله عليها كلام من ناحيه التعدين، مع العلم انه هي دي العمله اللي بتتعدى الميكروت الشاشة. وطبعا زي اي عمله الايثيريوم اوبن سورس، وبالتالي كتير قلدوه. ومن اللي قلدوه؟ البي ام بي. البي ام بي البلوك تشين بتاعته اسمها باينانس سمارت تشين، ودي البلوك تشين بتشتغل زي ايثيريوم نسبيا مع فروقات بسيطه جدا، ولكن بطريقه بتسمح للتداول بجاز اقل، يعني مصاريف حركه اقل، وده يخلي البي ام بي كعمله تبقى عمله قويه جدا لانها مصممه بحيث ان كفاءتها تبقى اعلى. واللي خلى ايثيريوم رقم 2 ان هو خد اللقطه اول واحد في فكره الذكيه دي، مع العلم ان بي ام بي اترتب رقم 3 بعد ايثيريوم على طول، والسبب ما كانش 100% عشان قلد ايثيريوم، لان خلي بالك اللي قلدوا ايثيريوم كتير. الفكره ان بي ام بي هي العمله الرئيسيه بتاعت اكبر منصه تداول عملات رقميه في العالم وهي باينانس.
والفكرة ان باينانس لما عمل بي ام بي عملته الشخصية ابتدى وما زال بيدي انسنتيفز، يعني حوافز، من ضمنها انك لو تداولت في باينانس ببي ام بي قصاد اي حاجة هيخفض لك المصاريف بتاعة التداول اللي هي بتبقى 0.02% زي ما قلنا قبل كده. والاهم من ده واللي غلى بي ام بي جدا ان هم كانوا بيعملوا حرق كل 3 شهور في السنة بمواعيد ثابتة. وحرق هنا معناها انهم بيشتروا او بيخزنوا كم كبير من عملتهم وهم واعدين انهم هيفضلوا يحرقوا كل 3 شهور لحد ما يبقوا حرقوا 100 مليون قطعة بي ام بي. واللي اتحرق للمرة 18 كان اكتر من 1.6 مليون بي ام بي، ودي عملة قيمتها حاليا بما عدا تصوير الحلقة طبعا 400 دولار. والحرق بيتم على ان الكمية دي اتبعتت لبيرن أدرس، وده بيبقى محفظة حرق مش مع حد، بتخلي العملات دي تختفي ومن المستحيل تداول فيها إطلاقا، وبالتالي بيقلل كمية البي ام بي اللي في السوق، وده بيؤدي لارتفاع سعره. طبعا كونه بيتحرق في مواعيد ثابتة فالناس عارفة هيتحرق إمتى، فبالتالي بيروح يشتروه قبل ما يتحرق كمان، فسعره بيقل أكتر وأكتر. تخيل كده أمريكا صحيت من النوم قاعده تحرق في الدولار بدل ما هي عمالة تطبع. طيب أكبر وأشهر عملة على الإطلاق البيتكوين. البيتكوين حجمه مبني على أنه هو اللي ابتدى المسيرة، هو أقدم عملة فيهم كلهم، مع العلم أنه كوين بلا عقد ذكي وما هو إلا فيش ملوش أي معنى إلا شوية الفلوس اللي اتحطت فيه زي ما قلنا قبل كده. حركة البيتكوين بتتحكم في حركة السوق بشكل كبير جدا، فأيا كان أنت بتستثمر في إيه خلي بالك، لأنه لما بينزل بياخد معظم العملات معاه، ولما بيطلع بياخد معظم العملات معاه برضه، مع فروقات النسب في الطلوع والنزول ما بين البيتكوين وأشقائه، فراقبه كويس عشان ده بيودي الكومباوند يا بيودي في داهية. رقم 5، الضمان. مفيش أي حاجة مضمونة إطلاقاً، انسى المبدأ ده في حياتك، كل حاجة بتخسر عادي، كل حاجة بتطلع هتنزل، وكل حاجة هتنزل مش لازم تطلع. ويا ما البيتكوين طلع ويا ما خد على دماغه والمسيرة مكملة، اوعى تقتنع باستثماره وتتعلق بيه عاطفياً وتفتكر إن ده يا ما هنا يا ما هناك وهو ده اللي هيخليك من أسرياء العالم. فكر بشكل عاقل، العملات الرقمية حركتها سريعة جداً، البيتكوين في خلال ساعة تقريباً نزل نازلة بوظت السوق كله عادي، وفي خلال كام يوم قفل شركات واستثمارات في حين إن كل الناس كانت مقتنعة إنه طلع وبس. افتكر كل اللي قلتولك في الحلقة ما هو إلا نصايح عامة، مع العلم ان العملات الرقمية معلهاش رقابة وده بيؤدي للتحكم كبير جدا من الحيتان بتوع السوق. لو انت في بلد تداول العملات الرقمية فيها غير قانوني انصحك تشوف الحلقة اللي هتطلع لك من هنا. الحلقة دي هتكلمك عن برنامج اسمه ثاندر، البرنامج ده بيسمح لك تستثمر في البورصة. البورصة حاجة حركتها منطقية عن العملات الرقمية وعليها رقابة لو انت مقلق من العملات الرقمية، ولو مش قلقان سايب لك تحت برضو لينكات منصات تداول العملات الرقمية. وكان معكم محمد اسماعيل من عرب هاردوير في برنامج كريبتو نايت. تنساش الشير واللايك والكومنتات وسبسكرايب، حط اي حاجه في الكومنتات ارد عليك ما تقلقش. الو بتعرف فوانيس؟ ايوه يا باشا، عايز اعمل اوردر فانوس. ايوه اللي فيه شمع كبير ده. ده خلص؟ خلص ايه يا باشا؟ كهربا؟ لا لا، انا عايز ابو شمع ميكي ماوس وكرومبو. ايه يا باشا؟ ايوه خلينا في ده. ماشي اطلبه لي، ده انا عايزه. ده العنوان عرب هاردوير. ايوه يا عم عرب هاردوير، هو ده العنوان يا عم. انا محمد اسماعيل، تعرفنيش؟ ايه ده؟ ماشي يا باشا، جيب الاوردر بس. طيب الف سلامه، سلام عليكم، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم.